عدنا لكم مجددا مشاهدين الكرام، مشاهدين برنامج صباح العربي. يمكن قبل الفاصل او قبل التقرير قلت لكم ان احنا نطلب من شبابنا ان شاء الله الهمه والنشاط والابداع والانجاز في شتى مناحي الحياه، وبالفعل احنا يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقهم ونفتخر فيهم طبعا، ونفتخر في ضيفنا اليوم اللي راح يكون معنا في برنامج صباح العربي. بالفعل نستحق ان نفتخر فيه، وذلك لابتكاره مشروع واختراع يعود بالنفع على ديرتنا الحبيب الكويت. وعلى الرغم من ان شركات كبرى من مختلف الجنسيات حاولت معالجه التربه الملوثه عندنا من جراء النفط وحرق ابار البترول، طبعا الا انها ما استطاعت مثل ما ضيفنا استطاع من خلال ساعتين ان يفصل النفط عن التربه الملوثه، يعني التربه الملوثه هذه فيقدر يفصل بينهم. كيف وما هو هذا الاختراع وشنو هذا المشروع؟ تفاصيله وأجوبة أسئلتنا راح نعرفها من ضيفنا الدكتور مشاري سعد مطيري. يقول صباحك الله بالخير دكتور، وإحنا سعداء بهذا اللقاء معك. صباحك النور رضا، أشكرك على الإضافة أخوي ماجد. الله يطول عمرك إن شاء الله حبيبي. إحنا يعني قاعدين نشوف إن بين فترة وفترة في إنجاز، في إبداع ما شاء الله، وقاعدين نشوف إن عيالنا لا إله إلا الله قاعدين يروحون في شتى مناحي الحياة وقاعدين يسعون وقاعدين يبدعون ويبرزون اختراعاتهم وبراءة اختراعاتهم سواء محليا ولا عالميا، ودائما نشوفهم انه حريصين، ولكن مثل ما يقولون يعني الفوكس عليهم عالميا قليل، ولكن احنا ما شاء الله يعني في خضم الحياة وفي خضم البرامج، لكن احنا قاعدين نسلط الضوء عليهم وقاعدين نظهر ابداعاتهم وانجازاتهم لشتى المناحي. بالبداية دكتور مشاري احنا راح نتكلم اكثر واكثر عن اختراعك، ولكن نبي نتكلم عن مضمون رسالتك في الدكتوراه واللي حصلت عليها من جامعة بورث سميث ببريطانيا. نبي نعرف شنو موضوع الدكتوراه. في البداية اشكرك مرة ثانية على الاضافة. الأمانة تلفزيون الكويت ما هي المرة الاولى، هذه المرة الثانية يستضيفوني، ولي شرف الأمانة في قناة العربي. حاب اني اتكلم في الموضوع مالي هو استخلصت هو دراسة ومعالجة التربة الملوثة النفطية. خلال دراستي للدكتوراه في بريطانيا الأربع سنوات الماضية كان في تشالنج أو تحدي كبير موجود في الكويت من قبل الشركات العالمية اللي تقوم في عملية معالجة التربة النفطية. مثل ما أنت عارف الكويت استلمت 3 بليون في معالجة التربة النفطية اللي هو نسميها الكويت أويل ليك. فأغلب من الشركات من سنة 93 إلى 98 والإضافة من 2011 إلى 2013 قامت على حسب المعلومات اللي امتلكها ان قامت شركات في عمليه المعالجه. وتقعد طبعا التريتمنت مالهم او المعالجه مالتهم تقعد فتره من سنه الى 5 سنوات في عمليه المعالجه. فحاولت اني خلال دراسه للدكتوراه اني ادرس جميع العوامل اللي تخليني اقدر اعالج التربه النفطيه او تربتنا بطريقه انفايرمنتال فريندلي، طريقه صديقه للبيئه وباقل وقت ممكن. ففضل رب العالمين خلال دراسة استطعت أني أحل جميع البارامترز اللي هو جميع العوامل اللي ممكن تأثر على عملية المعالجة اللي هو تقريبا 38 عامل. فلما عالجت هذه العوامل قدرت أني أعالج التربة النفطية خلال ساعتين وأفصل النفط من التربة. نعم. فيكون عندي نسميه أوير ريزيديو مع تريتد ووتر أو التربة المعالجة. ممتاز. دكتور مشاري بكونك انت رحت ودرست في جامعة ببريطانيا ونقول الله يوفقك ان شاء الله في مسعاك، نتمنى لك التوفيق. قاعدين نشوف ان احنا انت اتجهت الى تخصص يعتبر نادر وصعب بالفعل، يعني يمكن في بعض الشركات فصلت مثل ما تفضلت التربة الملوثة 3 سنوات او 5 سنوات، انت جاهد باربع سنوات انك تدرس على اساس انه تفصله في ساعتين. بالضبط. هل يعني قلت انه والله انا لازم اتحدى نفسي واتحدى الكل اني انا اتخصص في هذا التخصص النادر؟ بالضبط. الدليل ان اغلب الشركات لما اقولهم في ساعتين يتوقعوني انا استخدم كيميكال. انا ما استخدم كيميكال، انا استخدم ماي ووتر ماي بس. فهذا اللي مخلي الشركه شويه الامر شويه فيه تحدي كبير، لان عشان تفصل النفط دائما بشكل سريع تحتاج انت سولفنت اللي هو تحتاج مذيب. فانا ما استخدم اي مذيبات، استخدم مجرد الماي، وخلال الماي احول خصائص او الكاركترستيك مالت النفط الى امر او الى ماده اخرى اخليها قادره انها تذوب او ما تذوب، انها قادره انها تختلط بالماي.
فهذه هي كانت الكونسبت او الفكره بشكل عام. للامانه انا شاركت يعني حتى في بريطانيا كنت مثلت جامعتي ومثلت بريطانيا في مؤتمر اسمه فولينج وول اللي هو في اوروب، طلعت يعني حصلت على مركز في بريطانيا في ذاك الوقت في 2014، وكان من حصل يعني في تقييمهم على المركز الرابع في افضل مشروع في 2014. تمام. لكن الاخوان هني يعني يمكن القوانين واللوائح صعبه خصوصا في امور نفس هذه. للامانه انا رحت بعض الجهات وكانوا حابين الفكره، لكن ممكن اللوائح صعبه انها تطبق على شخص خصوصا في مثل هذه المواضيع. نعم. نقول الله يعطيك العافيه معالي، ان شاء الله يعني انت استمر في مسعاك ويا رب الله يوفقك ان شاء الله. بغينا نعرف شلون وصلت الى معالجه البحيرات البتروليه الناتجه عن حرق الابار البتروليه، يمكن كان هذه رسالتك في الدكتوراه وكانت هذه محور الرساله بالدكتوراه، وين نعرف احنا شلون عالجت؟ طبعا انا الأبار. كنت طالعها الاويا ليك طالعها من منظور اخر اللي هو انت الموضوع هذا صار له 25 سنه بالضبط صار له 25 سنه. هو على حسب التقارير اللي ناتجه الماده البنزيل هي مادة رئيسية في أمراض السرطان. نعم. الناتج من الأويل ليك خصوصا في الجو الحار ممكن يصير عملية إيفابوريشن وعملية تبخير وتلوث الجو. فأنا عندي من أهلي مصابين في أمراض السرطان، فحاولت أني أحط كل جهدي وكل حيلي الله يسلمك، حاولت أني أحط كل جهدي وكل حيلي بحيث أني أحاول أستخلص في الجهة اللي أنا أقدر عليها، وفضل من رب العالمين أني قدرت أني أستخلص هذا النفط أوكي خلال التكنيك الانفيرومنتال فريندلي صديق البيئة. والحمد لله أنا أشكر الأخوان في شركة البترول الوطنية أنهم استضافوا وحبوا الفكرة، وحاليا أنا مطبق بايلوت معهم اللي هو بروجكت وقاعد أسوي إيفالويشن على الموضوع. حلو، يعني قاعد تأخذ وتعطي معهم مثل ما يقولون، وقاعد تبادل المعلومات معهم. مشكورين. والخبرات القليلة اللي نوعا ما يمكن أنت تحملها وهم قاعدين يبدونك فيها أكثر وأكثر. دكتور، قمت باختراع وقمت بتسجيل براتا وهي معالجة التربة النفطية بطريقة صديقة للبيئة. شلون يعني نبي نعرف ان انت عالجت الماء، هل انت عالجت الماء على اساس انه والله يختلط مع النفط، ولا عالجت النفط نفسه على اساس يختلط مع الماء ويصيرون مزيج واحد؟ عالجت اثنين. انا لما مديت الاثنين بالمواد بالضبط، امدهم بالماء. انا اخذ التربة اوكي وحطها بالسيستم، ما ادري اذا السيستم موجود، احطها في السيستم اللي انا سويته. خلال السيستم يتم معالجه او غسل التربه بالماء فقط، ويطلع عندي تريتد ووتر او تربه معالجه بالاضافه الى اويلي ويست ووتر او اللي هو مياه ملوثه نفطيه. نعم. لان النفط انتقل الحين من مرحله التربه راح الى مرحله الوتر الى مرحله الماء. هني وين يروح؟ فاويلي ويست ووتر اروح اعالجه بنفس الطريقه بالسيستم. نعم. فعالج الاويلي ويست ووتر عن طريق استخدم بعض نسميه اللي هو المرسبات. نعم. فافصل النفط واطلع الماء نظيف مره اخرى، فالماء اقوم باعاده استخدامه والاويل ريزيديو اعبيه في براميل. كل هذه العمليه بساعتين؟ السويل واشنج بساعتين اللي هو معالجه التربه، الاويلي ويست ووتر خلال ساعه. يعني ثلاث ساعات؟ ثلاث ساعات. انت خالص من الموضوع؟ انا يوميا انا كم طن؟ انا يوميا قاعد ابلش باليوم طن، اللي هو قاعد ابلش على 3 باتشز وثلاث مراحل، اللي هو السيستم انا قاعد يقعد عندي 150 كيلوغرام، لان السيستم مثل ما انت عارف انا قاعد اشتغل على بايلوت. اوكي. بتكلفتي الشخصيه. اوكي. فقاعد اطبق باليوم 3 باتشز اللي هو ثلاث غسلات بحيث اني يطلع لي كوما بالنهايه. نعم. دكتور، هناك شركات كبرى حاولت يمكن بمعالجه هذا الامر ولم تستطع، فكيف لك انك تعالجها بساعتين؟ يعني احنا سمعنا ان انت قلت في منهم ثلاث سنوات وفي منهم خمس سنوات، انت شلون جبت ما شاء الله بي انا ماني قايل ساعتين ثلاث ساعات مثل ما تفضلت الحين قبلها، ما سعت الشركات هذه ان تاخذ مثلا اختراع الدكتور مشاري وتشوف ان شنو الاختراع الرهيب هذا اللي اختصر الوقت الكبير وصديق للبيئه يعني يفيد الكثيرين؟ ما هو هو لك. هو في نقطة حاولت إني أبينها للإخوان، وأتوقع الإخوان إن شاء الله هم فاهمينها أفضل مني. خلاص اسمع. أغلب التكنيك اللي قاعد يطبق في الكويت هو تكنيك بايوريميديشن اللي هو عن طريق المعالجة الحيوية باستخدام البكتيريا. البكتيريا ممكن تسوي عملية معالجة، لكن ما تسوي عملية معالجة حق أويل هيفي أويل. صح. أويل ثقيل. نعم. هذا مو أنا اللي أقوله، هذا USEPA تقول هالكلام. هي تسوي عملية تحليل. لكن عملية التحليل تسويها حق الرينج الأقل،
حق الهيدروكربون او المركبات البتروليه قليل الضعيفه خلينا نسميها اسمها الوفاتك. ممتاز. لكن ما تقدر تسوي الاروماتيك او الاشفلتين او المواد الهيدروكربونيه الثقيله، ما في بكتيريا قادره عليها. فاغلب الشركات قاعد تطبق في البايروميديشن. على حسب التقارير الموجوده انهم يقولون ان السيتويشن او الحاله الوضعيه في الكويت حاله يونيك، يعني حاله فريده من نوعها، فمحتاجه نيو تكنيك، تكنولوجي جديده تحاول تلم الموضوع هذا بشكل عام. ممتاز. احنا بنعرف شنو موضوعك بالاختراع اللي فزت فيه في المؤتمر الاول القطاع الصحي، انا راح اسمع اجابتك ولكن بعد الفاصل. فاصل نعد لكم مشاهدين. الكلمة في الإسلام، الفكر في الإسلام، الفنون في الإسلام، المرأة في الإسلام، العمارة في الإسلام، التسامح في الإسلام، الإنسانية في الإسلام. لكل شعب ثقافة، لكل ثقافة عاصمة. الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، مشاهدين تلفزيون صباح العربي وقناة العربي. احنا معنا الدكتور مشاري المطيري، فاز في المؤتمر الأول من نوعه وهو مؤتمر الاستثمار في القطاع الصحي. بغينا نعرف دكتور شلون كانت هذه المنافسة بينك وبين المتسابقين، ويعتبر المؤتمر الأول من نوعه. كانت هناك دعوة كريمة من الأخوان في مركز صباح الأحمد، والمؤتمر كان برعاية شركة ياكو. نعم. أو مجموعة المستقبل اللي هم نظموا هذا المؤتمر. فكانت تقريبا 25 بروجكت على حسب ما وصلني من معلومة، وتأهلنا 6 مشاريع وكلها مشاريع كويتية. للأمانة لو تشوف فخامة المشاريع الكويتية كنت ما توقعت أني ممكن أطلع الثالث أو الرابع بينهم. كان الله. كل مشروع أفخم المشروع، وتنصدم مثل هذه المشاريع هي مشاريع كويتية بحتة وشبابية. وشبابية 6 مشاريع، يعني فعلا كانت فخامة. مشاري شو تقول حق أقرانك الشباب المبدعين اللي قاعدين ينجزون، اللي قاعدين يسوون الاختراعات هذه، قاعد أشوفها رغم خلنا نقول الاحباطات اللي يحصلونها ورغم المعوقات، ولكن قاعدين يثابرون ما شاء الله. شنو الرساله اللي قاعده توصلهم؟ انا قاعد اشوف انه مثال حي جميل رائع لمخترع ولشاب كويتي طموح. ربي يوفقك ان شاء الله يا مشاري. شنو تقول لهم انت بدورك؟ اقدر اقول لهم يعني ابي اسمع كلمه حلوه منك لهم. تلبية الرغبه الساميه لسيدي صاحب السمو بالاهتمام والرعايه بالشباب. انا ادعي لاخواني ان الاهتمام في مجالاتكم بعيدا عن اللوائح، ممكن اللوائح والنظم والقوانين توقفكم، هذا طبعا متبع القوانين، هذه تشالنج. انت لازم صح. يعني ما في nothing coming easy. صح. فادعوهم مهما انت واجهت من مخاوف، مهما واجهت من عراقيل، تلبث ان نداء صاحب السمو. ادعي الاخوان الكل يهتم في مجاله والكل يبدع في مجاله، لابد في يوم من الايام راح توصل الى نقطه النهايه ان شاء الله يا رب. الله يوفقك ان شاء الله، ان شاء الله ما توصل حق نقطه النهايه، تستمر ان شاء الله في عطائك يا رب. مشاري خلينا نتكلم عن، نرجع حق موضوع الاختراع هذا والقطاع الصحي. وانت قلت ان 28 مشروع قدموه شباب من مشاريع رهيبه، وانت ما توقعت انك تكون الرابع او الثالث. الثاني. ما شاء الله، ربي يوفقك ان شاء الله. نتكلم عن المشاريع هذه والافكار اللي قدمتوها، وخاصه الفكره اللي قدمتها او المشروع اللي قدمته. أنا أذكر كانوا 26 مشروع اللي كانوا بشكل عام، وتأهلوا على ضوءهم 6 مشاريع، وكان 6 مشاريع قيمت من قبل لجنة محكمة. وخلال هذه كانت يأخذون هم المشاريع المتمة في القطاع الصحي. تمام. أوكي. فأذكر خلال المؤتمر كنت ماسك التلفون وبصور، قلت بشوف الفيلينج أو مشاعر الشخص اللي بيطلع المركز الثاني يعني. فانصدمت أنا قاعد أصور له هو أنا. زين، فحمد رب العالمين قلت الحمد لله، يعني على الاقل في شيء قدرنا نوصله، او في معلومه قدرنا، وصوتنا سمع يعني. نعم. فضل من رب العالمين، خصوصا مقارنه بالمشاريع اللي تكون يمك. لما طلع المشاريع، يعني اذكر واحد من المشاريع اللي اخذ المركز الاول كان مشروع رهيب للامانه، اللي هو ما بيتكلم عنها، لكن الامانه لي شرف اني اتكلم مثل هالمشاريع، اللي هو يبين العروق في الجسم. يعني مره تكون عروق ديب، فجهاز يسوي سكان ويبينها. هذا نوع واحد من المشاريع، يعني يمكن ما تحضر المشاريع الثانية. هذا ضروري
لان في ناس عروقها ما تبين بالضبط. مثلا يبوا ياخذون منه دم ولا يعطونه من هالامور هذه يعني المعالجه فشوف ان عروقها ما تبين. تخيل هذه مشاريع كويتيه، تخيل لو يكون القوانين واللوائح تخدم الشباب الكويتي في مثل هالمجالات. يمكن اقلب القوانين مع احترامي للاخوان طبعا المجالات التجاريه شتى يعني صح. مجال الشباب ممكن صح. تكون مثلا في المجال المواد الاغذيه، مجال الاطعمه، في الهمور، لكن فيها مجال جديد هابين فيه شباب الحين المجالات العلميه. يمكن القوانين استل ما طبقت علينا، نحتاج قوانين دعم في مثل هذه المشاريع. ممتاز. يعني مثل المشروع اللي انا قاعد اطبقه الحين، انا شخص قاعد اسوي تشالنج مع شركات كبار او مؤسسات حكوميه، فلا بد ان تكون هناك القوانين واللوائح تساعدنا في تنفيذ مثل هذه المشاريع. واشكر الاخوان في شركه البترول الوطني ان اعطوني هالفرصه. ممتاز. شلون دعم الشركات الخاصه؟ شلون تبادل معاكم بالخبرات الشركات الخاصه؟ للامانه انا اشكر الاخوان في شركه مجموعه فيصل عرفج. يمكن لما جيت بطبق البايلوت ما ادري وين اروح، كنت حاطه جهاز في سطحه وقاعد افتر ما ادري وين قاعد انفذ البايلوت. كانوا شركة البترول الوطني هم يعطوني العينات واطبق المثل مالي. ممتاز. فما لقيت اماكن، لكن جاني اتصال كريم من الاخوان في مجموعه فيصل عفرج، قالوا يبا شركتك وتقدر تحط اجهزتك وتبلش البايلوت. فللامانه اشكر الحمد لله. اي والله الحمد لله، اشكرهم على الاستضافه الكريمه منهم. ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله. الاختراعات والتجارب تحتاج الى تكاليف ماديه كذا قلت؟ طبعا تحتاج الى تكاليف ماديه، لكن مقدور عليها. يعني انا اتكلم كشخص السيستم يعني كل ما طلع بحدود 20-30 ألف دينار بالرينج. يعني ممكن انا حسبت الكيوبك ميتر كبايلوت 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 كمشروع اولي وليد. هي انت تقارني في المشاريع الثانيه انت توصل طبعا ملايين يمكن الارقام هذه. التخصص الدراسي له دور في العمل وابتكار الاختراعات، انت شايف كذي دكتور؟ انا بكالوريوس مالي كله هندسه مدنيه بيئه، ماجستير هندسه مدنيه بيئه، دكتوراه هندسه مدنيه بيئه. فالمجال بيئه يمكن مجال حابه كثير، فحابني انشر فيه، حابني ابدع فيه، حابني اكمل فيه ان شاء الله. ان شاء الله دكتور. يمكن نحن قاعد نشوف مثل ما قلت لك المخترعين المبدعين المنجزين لهذه الاختراعات ولهذه الاكتشافات، شنو محتاجين انتم شباب؟ شنو محتاجين في مركز صباح الاحمل للموهبه الابداع؟ ممكن هناك تستعينون فيهم، ممكن يعينونكم مؤسسه الكويت للتقدم العلمي. شنو اللي محتاجينه انتم الشباب؟ في ابواب وايد يعني خلينا نقول من هالمركز صباح الاحمل للموهبه الابداع وكذلك مؤسسه الكويت للتقدم العلمي مبطلين ابوابهم لكم، مشرعينها لكم، لكن انتم شنو محتاجين؟ مركز الكويت التقدم العلمي للأمانة رحت لهم عملت لهم برزنتيشن، والناس كانوا جدا متعاونين، وعندهم زيارة لي بالفيلد الأسبوع الجاي. بس مثل ما قلت لك اللوائح والقوانين ممكن ما تساعد، لأن هم ممكن يسوون لك سبونسر إذا أنت كنت في جهة أكاديميك صح. لكن أنا ماني في جهة أكاديمية، أنا حاصل على الدكتوراه وستيل يعني ماي اون بزنس أو في مجالي الخاص. نعم. فعملية الدعم مثل ما قلت لك القوانين واللوائح ما تساعدني. فعشان مثل هالمشاريع مثل هالأمور نحتاج إلى قوانين ولوائح تساعد تكون الأولوية، ما نقول الأولوية لنا لكن تدعمنا أو تساوينا بالشركات الأجنبية. ممتاز. ربي يوفقك إن شاء الله. الله يسلمك. احنا نتمنى لك التوفيق يا دكتور، وإن شاء الله هذا الاختراع نشوفه ويرى النور ويعود مردودة على الكويت بشكل كبير ورائع، وإن شاء الله احنا نتمنى لك التوفيق. شكرا. كلمة أخيرة منك للسادة المشاهدين وطموحاتك. دعاكم ويانا التوفيق ان شاء الله يا ربي يوفقك ان شاء الله يا دكتور. كل الشكر لك وعلى حضورك اليوم دكتور مشاري المطيري. شكرا لك. شكرا. مستمرين معاكم مشاهدينا في برنامج صباح العربي، وشفنا او سمعنا المبدعين عندنا بالكويت، ربي يوفقهم ان شاء الله. نتقل معاكم الحين من جديد وعدسه صباح العربي وتغطيه لمنتدى كان الاول لجراحات السمنه. متابعه طيبه لكم.